الدرس الثالث عشر، لماذا نحج؟ لماذا نحج؟ نحج طاعة لأمر الله تعالى لأنه أمرنا بذلك، وشكرا له على نعمة الصحة والعافية والمال والأولاد، ونحج تعظيما لله بالطواف حول الكعبة وهي بيت الله المطهر. الكعبة هي أول بيت بني في الأرض لعبادة الله، بناه إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل بأمر الله. ونحج لكي نصلي عند الكعبة التي هي قبلة المسلمين في جميع الأقطار، ولكي نقف بعرفات والمشاعر المعظمة، فنذكر الله هناك ونطهر نفوسنا فنتوب من جميع الذنوب. ونحج لكي نرى المواضع التي أقام بها إبراهيم خليل الله ونبيه الكريم، وأقام نبي الله إسماعيل وعبد الله فيها. ونحج لكي نرى الأرض المقدسة التي ولد بها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ونشأ وأوحي إليه وتحمل الأذى وجاهد في سبيل نشر نور الله. ونحج لكي نلتقي بالمسلمين القادمين من أرجاء الأرض، ونرى تحقق الأخوة والمساواة والتعاون والحب بين المسلمين من غير نظر إلى ما بينهم من فروق في الجنسية واللون ومستوى المعيشة وغيرها من الاعتبارات الدنيوية. هناك نشهد عالمية الإسلام، ولكي نمارس أخلاق الصبر والتضحية والتحمل والبساطة وغيرها من الممارسات الروحية التي نحن في أمس الحاجة إليها. ونحج لكي نتطهر من ذنوبنا فنرجع من الحج بلا ذنوب، ونبدأ حياتنا بيضاء نقية، آملين أن نحافظ على نقائها إلى أن نلاقي الله فنكون من أهل كرامته في دار الخلود.